استقبل الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أوائل الطلاب الخريجين من قسم اللغة الإنجليزية كلية خولان، الذين عبروا عن شكرهم للزعيم وقيادة المؤتمر على تبني المشاريع الوطنية في التعليم ونشر العلم والمعرفة في عموم الوطن، ووقوفهم ضد أي تهديدات خارجية تمس أي مواطن يمني. استقبل الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس الأسبق أوائل الخريجين من قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية بخولان. الخريجين أكدوا وقوفهم مع الزعيم وقيادة المؤتمر في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن عموما، معبرين عن حرصهم على الوحدة واللحمة الوطنية، متمسكين بالإنجازات العلمية والاقتصادية التي حققها الزعيم علي عبد الله صالح. قل للزعيم البار يشرح للمواطن ما حصل وش قد حصل من منجزاته، صاحب الأصل الأصيل الرمز ذي سوى علاقاته مع كل الدول وحقق الوحدة ووصل بعدها الخط الطويل، وسوى المدارس ما تبقى في اليمن كامل محل، وطلع البترول من جوف المسيل ذي يسيل. الزعيم علي عبد الله صالح أكد بأن أكبر ثروة تحققت للإنسان اليمني خلال السنوات الماضية هو العلم، مؤكدا أن القيادة السياسية للوطن في الفترة الماضية تبنت العلم وإنشاء الجامعات في عموم الوطن ومنها كلية التربية بخولان. رئيس المؤتمر أكد بأن الأوطان أيضا لا تبنى إلا بالتعليم، ولا تبنى بقطع الطرقات وقطع الكهرباء وقطع أنابيب النفط. أكبر ثمرة وأكبر استثمار هو العلم، هذا يعني أكبر ثروة، لا نفط ولا غاز ولا منجم ذهب هو العلم، وهذا بالعلم هو الذي سيستخرج كل شيء، سيستخرج النفط، سيستخرج الغاز، سيستخرج الذهب، سوف يستخرج كل شيء، المعادن بالتعليم. هذه من نعم الخالق عز وجل، وأنا أعتز أشد الاعتزاز إن أنا تبنيت التعليم في كل أنحاء الوطن. بهذا التعليم سوف يبنى الوطن، لا يبنى الوطن إلا بالتعليم، مش يبنى بالأمية وقطع الطرقات وقتل النفس المحرمة وتفجير أنابيب النفط وقطع التيار الكهربائي. هذا مش بناء وطن، هذا تخريب، وهذا مدان ومدان ومدان جدا من كل أبناء الوطن. الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أضاف بأن الربيع الصهيوني عمل على تقسيم الأوطان وخرابها، مضيفا بأن الوحدة اليمنية ليست شور أو قول خاضع للأمزجة، الوحدة قرار شعبي يمني يخص كل أبناء اليمن. أملنا في شبابنا والشابات أن يساهموا إسهام فاعل وجيد في إعادة بناء ما خلفته هذه الأزمة 2011، ما يسمى بالربيع العربي، الربيع الصهيوني. أقول عليه دائما الربيع الصهيوني، ليس ربيعا عربيا، لأنه لو كان ربيع عربي كان يجيب الأفضل والأحسن. معلش أنا كنت حاكم، كنت رئيس دولة، أنا أعتز أن هذا الولد يجي يكون أفضل مني ويبني بناء أحسن مني، شيء جميل، مش يجي يحمل الفأس ويحطه في الرأس، يحط الفاس في الرأس، هذا ليست من سلوكياتنا ولا من ثقافتنا ولا من آدابنا أن احنا نحمل الفاس ونحطه في الرأس أبدا. حافظوا على الوحدة اليمنية العظيمة الذي هي ملك لكل اليمنيين، ليست ملكي أنا، هي ملك كل الشباب والشابات الصغار والكبار، هي ملكنا جميعا، ولا هي الوحدة شور وقول، الوحدة ليست شور وقول، وحدة عملناها بالطرق السلمية واستفتى عليها الشعب، فهي ملكا للشعب مش ملكا لمجموعة مريضة متمارضة، مريضة ومتمارضة، انه نشتري وحدة اليوم بكرة ما نشتري وحدة، تدوني ما اطلب ولا ما انشر، مش حقك، مش ملكك الوحدة،
هذه ملك كل المواطنين اليمنيين شماله وجنوبه وشرقه وغربه، مش حقك شروا قول. العلاقة الإنسانية بين الزعيم وأبنائه تأتي عرفانا وتقديرا للسياسة الحكيمة التي قادها الزعيم والمؤتمر الشعبي العام لنشر العلم والمعرفة والدفاع عن القضايا الوطنية والوقوف أمام مشاريع الفرقة والدمار والتخريب التي تحاول أن تجر الوطن إلى مرحلة الخراب والدمار. عبد الرحيم العقاب، قناة اليمن اليوم، صنعاء.